الطقوس الرمضانية والمأثورات الشعبية كانت مادة ناقشها باحثون في منتدى العراقية الثقافي. تتميز كل دولة ومدينة بطقس معين، ففي العراق وخصوصا مدينة بغداد فلياليها ومقاهيها الشعبية وأزقتها تحتضن المواطنين الذين يمارسون لعبة المحابس ثم يجلسون بغية استماع إحدى قصص القصخون. العادات اللي تمارس مثلا الزورخانة في مكانات خاصة في المجالس التراثية، أيضا لعبة المحابس في المناطق، في حتى مرات بعض العوائل بينهم يجمعون خطاطير العائلة الكبيرة، الأخوة الخوات، فيمارسون هذه اللعبات. المائدة البغدادية وكيف تتجمع حولها الأسرة بكاملها. فشهر رمضان فرصة لنسيان كل الخلافات والتمسك بالعائلة وروابطها. هذا ما تحدث به باحثون آخرون، أشاروا أيضا إلى أنواع الأطعمة والحلويات التي يشتهر بها البغداديون. لما مع العائلة وهو بهواي أجواء، يعني رمضان الناس ما تنام، تبقى قاعدة يعني فترة مستمرة، والأكل يختلف، التقارب، لم الشمل. لشهر رمضان أهمية كبيرة في حياة البغداديين الذين ينتظرون قدومه بكل شغف، إذ تعود الحياة بكل عنفوانها إلى أزقتها، فلا ليل يحتضن بغداد ولا فقير يمكن أن يبيت جائعا، فالبيوت عامرة والقلوب تملأها المحبة. البيت مال قبل من رمضان من تيجي يعني مو مثل هسه، ميز صغير متر متر وربع، السفرة مالتنا 5 أمتار 6 أمتار بيها 20 صنف. هاي مو معناتها هذا 20 صنف الأم البيت مسويتها، لا، كان من الحنية والألفة الموجودة بين أعضاء المجتمع العراقي. المحلة كل واحدة شي مسويه الدز جدر أو الدز معون جيرانها. جلسات تثقيفية رمضانية انطلقت مع أول أيام الشهر الفضيل في محاولة ابتدأها منتدى العراقية الثقافي لجذب الأنظار إلى أهم العادات التي تتميز بها الشعوب في هذا الشهر. طقوس وعادات متنوعة شعبية خاصة بشهر رمضان يتميز بها العراقيون ويسعون بكل جهدهم للحفاظ عليها وديمومتها. موفق مجيد، الحرة، بغداد.